أخبار اليوم. أنا لازلت محتجز منذ أكثر من 9 ساعات في مطار برلين. تم التحقيق معي، تحقيق مبدئي يعني للمعلومات. سألت المحققين هل يوجد أي اتفاقية بين ألمانيا ومصر لتسليم المجرمين إذا كان أنا بيتعاملوا معي كمجرم، فقالوا لا يوجد أي اتفاقيات لأي تعاون قضائي أيضا بين البلدين، لا يوجد أي اتفاقات لشيء. ويؤسفني أنهم أبلغوني أن طلب القبض علي هو طلب ألماني وليس طلب يعني ليس اعتمادا على طلب الانتربول، وأنهم الآن سأبيت في أحد المخافر إلى غد الأحد إلى أن ألتقي مع أحد القضاة. للأسف الشديد السلطات الألمانية تتعامل مع هذه القضية بشكل يلقي شبهات كثيرة حول دورها في التواطؤ مع النظام في مصر. يؤسفني أيضا أن المحامي قال لي أنه من المحتمل أن يكون هناك أي اتفاق سري يتعلق بي أنا شخصيا من خلال زيارة السيسي الأخيرة التي تمت إلى ألمانيا، وقال لي وهو ألماني